لا تزال الاحتجاجات متواصلة في مدينة تعز التي يناضل أبناؤها كغيرهم من أبناء اليمن من أجل كرامتهم، فقد خرج المئات من موظفي الهيئات والمؤسسات والعسكريين للمطالبة بصرف الرواتب من قبل الحكومة التي تجاهلت مطالبهم منذ أكثر من عام، كما طالبوا السلطة المحلية بالاستجابة لمطالبهم والحد من الفساد القائم في المدينة. كل ما تقدم تقدمت الامور مات رجعوا لنا 10 امتار، لانه عملوش قزعوا المحافظه الاول المعمري، وقزعوا الثاني امين محمود، وقزعوا الثالث نبيل شمسان. هم يشتوا واحد ونفس لهم محافظ جديد بالورشه يكون على رايهم، يكون يسرق ساعهم ويعملوا بالمسودات بالبنوك والشعب ما يتجوع. المحتجون طالبوا باطلاق العلاوات السنويه والترقيات واعتماد الزيادات المعلنه من قبل الحكومه في بدايه العام 2019 بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار وتدهور الوضع المعيشي في البلاد. مواعيد كذابه من وزير الماليه بالذات، وانا مسؤول عن كلامي ان وزير الماليه لن يحقق لي تعز اي شيء من رواتب من للموظفين من كل شيء. هو من ضمن اللي حصلوا تعز، هو الذي من ضمن اللي عملوا تعز محاصره من الماء والكهرباء من كل شيء. جمعية المكفوفين هي الأخرى نظمت اعتصاما مفتوحا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بحقوق الجمعية الممثلة بالمقر والباصات وتوفير مستلزمات التعليم للمكفوفين، كون أغلب مقرات ذوي الاحتياجات الخاصة في تعز تعرضت للقصف والنهب. المكفوفين هم معتصمين أكثر أسبوع وقد حرقوا من قبل يبحثون عن مبنى وباصات، الباصات لا يوجد باصات تصرف إلى المدرسة. قدمنا إلى المحافظة لكن لم يعملوا لهم شيء، قدمنا إلى كل الجهات لم يعملوا لهم شيء، خرجوا المكفوفين لم يعيروهم أي اهتمام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات في تعز يوما بعد آخر بهدف وضع حد للعبث برواتب الموظفين وإيقاف سياسة التجويع التي تمارس ضدهم وما سببته من معاناة لأسرهم وأطفالهم الذين لا يجدون ما يسد رمقهم من طعام ودواء.